الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تحركات إسرائيلية على الأرض تلت العمليات الفلسطينية التي شهدت. ورغم كونه محطة من محطات العمل الصحفي المتخصص الذي مارسته عبر مسيرتي المهنية، إلا أن عملي في قناة الجزيرة الفضائية على مدى 5 أعوام كان له وزن خاص وشكل علامة فارقة في تلك المسيرة الحافلة. فقد ساهم العمل في أجواء أول مؤسسة إعلامية عربية حققت شهرة وسمعة عالميتين في صقل خبراتي وإمكاناتي المهنية من خلال العمل برفقة فريق من أرفع الخبرات الصحفية من مختلف الدول العربية، وفي ظل مناخ وفر قدرا كبيرا من الحرية تفتقر له أغلب المؤسسات الإعلامية العربية، حيث وفر العمل في محيط كالجزيرة فرصة الارتقاء بأدوات الصحفية إلى مستوى تمكنت معه من التدرج من صحفي إلى رئيس نشرة أخبار أو ما يصطلح عليه بمنتج أخبار. واستطعت على مدى السنوات 5 من عملي في الجزيرة من اكتشاف واختبار وامتحان مختلف زوايا وخفايا مجال الصحافة التلفزيونية المتخصصة بشكل عزز الثقة المهنية بالأداء وفتح أبواب عالم الصحافة على مصراعيه لإعداد تقارير من داخل غرفة الأخبار وفي التغطيات لأحداث محلية على مستوى دولة قطر. ولعل تغطية الأحداث المحلية على مستوى قطر من خلال تقارير أفردت لها مساحات في نشرة الأخبار من أبرز ما ميز فترة العمل في قناة الجزيرة، فقد أتاحت لي تلك التغطيات إمكانية إبراز القدرات المهنية وتوظيف الأدوات الصحفية في تقارير تعد من بين أصعب أنواع الكتابة الصحفية لما تنطوي عليه من حرفية عالية كالتقارير المنوعة التي تشكل مزيجا من جرعات مختلفة تقدم الأخبار والمتعة والطرافة بأسلوب مشوق. تحولت قاعة مركز المعارض في الدوحة إلى لوحة رائعة الجمال. ومن بين الأمثلة على مثل تلك التقارير تقرير عن معرض قطر للسيارات في إحدى دوراته، والذي سعيت خلاله لتقديم طرح جاد بتناول المشكلات والمعوقات التي اعترضت المعرض، مع إبراز الوجه الحضاري لدولة قطر في تركيبة حوت أيضا التشويق والإثارة والطرافة. وفي ظل محيط كمنطقة الخليج الذي تفوح من كل زاوية وركن فيه رائحة التاريخ وتعبق الحياة فيه بشذى التقاليد الراسخة والعادات المتوارثة، توفرت فرص تناول موضوعات مرتبطة بمناح حياتية مختلفة، من بينها كان التقرير الذي أعددته عن دهن العود من حيث تاريخه وأنواعه وتجارته في دولة قطر، والذي صيغه هو الآخر بشكل مكن المشاهد من الاستمتاع بخلطة قدمت له الخبر والمتعة في طبق واحد. فبالرغم من العمل لفترة امتدت لسنوات طوال في إعداد تقارير سياسية واقتصادية اتسمت بجدية الطرح من حيث ما قدمته من جرعات إخبارية وتحليلية مركزة، إلى أنها لم تحل دون ولوج مجالات تحتاج من الصحفي إلى أدوات تمزج بين الكتابة الصحفية المتخصصة والحس الفني والإنساني للخروج بمنتج قادر على جذب انتباه المشاهدين على اختلاف ثقافاتهم ومشاربهم وبيئاتهم. ومثل العمل في قناة العراق الفضائية الذي سبق الالتحاق بقناة الجزيرة فرصة فتحت أمامي لأول مرة إمكانية استكشاف عالم الصحافة التلفزيونية بشكله الجاد، على الرغم من مناخ انعدام الحريات في تلك الفترة من تاريخ العراق الحديث، وذلك من خلال الاطلاع بمهام مختلفة تطلبت بجانب القدرات المهنية قدرا من الجرأة. فمن الوقوف أمام الكاميرا كمذيع أخبار للنشرة الإنجليزية، مرورا بالترجمة الفورية للمؤتمرات الصحفية لكبار المسؤولين في الدولة، وصولا إلى كتابة وإنتاج البرامج الوثائقية، وانتهاء بتحرير الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية، شكلت بمجموعها
أول قاعدة فعلية للعمل الإخباري المتخصص في مؤسسة إعلامية لها وزنها آنذاك من حيث كونها نافذة العراق الإعلامية الوحيدة على العالم. القرن الثالث قبل الميلاد كان يمكنك أن تصل إلى مايسيني عبر طرق معبدة من مدينة تيرنس على البحر. وربما يمكن وصف فترة العمل القصيرة مع قناة الشباب الثانية، وهي من بين المحطات المحلية للتلفزيون العراقي آنذاك، والتي سبقت الالتحاق بقناة العراق الفضائية كأول خطوة خطوتها في مؤسسة إعلامية عراقية. وبالرغم من حدثة عهدي بالعمل التلفزيوني، إلا أن تمكني من حرفة الترجمة التي رافقتها قدرات صوتية إذاعية متمكنة قد جعلتني موضع ثقة إدارة القناة لتكليفي بترجمة وإعداد التعليق الصوتي على أكثر البرامج الوثائقية صعوبة، والتي كانت في حينه برامج تاريخية وعلمية من إنتاج كبريات شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية العالمية. وربما شاءت الصدفة المحضة في أن تقودني دروب الحياة إلى أكثر مجالات العمل الصحفي تخصصا، لأنتهي إلى ما أنا عليه اليوم، حيث ساهمت رغبة والدي في ملء وقت فراغي خلال حرب الخليج الثانية بعد احتلال العراق للكويت وتوقف الدراسة في الجامعات في تقديمي إلى عالم الصحافة المحترفة، حيث عملت كمترجم ومساعد منتج ومساعد مصور ومصور في الوقت ذاته مع شركة الإنتاج الإخباري WTN المعروفة في حينه، والتي اندمجت فيما بعد مع شركة Associated Press لتعرف فيما بعد بمسمى APTN. ومن بين أهم ما ميز تلك المرحلة التأسيسية هو التتلمذ على يد محترفي شبكات الأخبار العالمية من عرب وأجانب، والمساهمة في إنتاج أفلام وثائقية بجانب التقارير الإخبارية، ومنها فيلم إيراك The Aftermath من إنتاج شركة فوكس فيلم الألمانية، الذي فاز بجوائز في مسابقات الأفلام الوثائقية في ألمانيا. ويمكن القول بأن هذه المسيرة المهنية الحافلة بالتجارب الغنية لم تكن لتبدأ لو لم تتأسس على أساس سليم وقوي تمثل في ولوج عالم الترجمة بعمر صغير مدفوعاً بحب اللغات وتعلمها، والذي مكنني من امتلاك أدوات تلك الحرفة بعمر مبكر خلال سنوات الفتوة لأطورها إلى مستوى الاحتراف، ولتكون هي المفتاح الذي فتح أمامي أبواب العمل الإعلامي على مصراعيها، ولتقودني في درب كان لكل يوم فيه طعم مختلف وخبرة جديدة تضاف إلى رصيد متراكم من الإمكانات والقدرات المتخصصة.